بركاته، أرحب بكم في درسنا العملي الثالث لمادة تغذية الحيوان لـ Practical Animal Nutrition المرحلة الثانية. وعنوان درسنا لليوم هو Determination of Gross Energy in Pump Calorimeter. طبعا مثل ما تعرفون احنا بالدرس السابق تكلمنا ايضا عن الانيرجي، كان عنوان درسنا السابق هو Determination of Energy in Feed Sample. تكلمنا به عن الطاقة، عرفنا انواع الطاقة ووحدة قياس الطاقة اللي كنا هي الكالوري، وايضا تكلمنا عن الطرق المستخدمة لقياس الطاقة واللي ذكرناها ثلاث انواع. درسنا لليوم حنتحدث به عن أحد هذه الطرق المستخدمة لقياس الطاقة اللي هو البمب كالوريميتر اللي هو المسعر الحراري. The amount of heat energy given off or absorbed when a molecule is formed or decomposed during the chemical reaction can be determined in a calorimeter. طبعا كمية الحرارة اللي ناتجة من عملية حرق أو تكوين الجزيئة أثناء عملية الكيميكال رياكشن التفاعلات الكيميائية ممكن أن نقدرها بالكالوريميتر. الكروس إنرجي مثل ما عرفنا بالدرس الماضي أو بالدرس اللي طيناه الماضي عرفنا الكروس إنرجي، عرفنا بأنه الأماونت أوف هيت ذات ريليست وين أ سبستانس إز كومبليتلي أوكسيدايز إن بامب كالوريميتر and it is measured by calorie. إذا عرفنا الكروس إنرجي بأنه كمية الطاقة المتحررة من الجزيئة بعد أن يصير لها completely oxidized يعني من تتأكسد بشكل كامل في المسعر الحراري بالبمب كالوريميتر. Cross energy in feed samples can be estimated by burning certain weight of the sample with the presence of oxygen and in the presence of water through the raising in the water temperature. طبعا شنو فكرة استخدام المسعر الحراري لقياس الطاقة وهاي الطاقة المتحررة من حنقيسها حتعبرنا عن الكروس انرجي. الفكرة من عنده هو حرق جزيئة الغذاء او المادة اللي يريد نقدر الطاقة بيها حرق كامل عن طريق بوجود الاكسجين، وطبعا حيتحرر لنا اي عمليه حرق حيتحرر من عندها حراره، هاي الحراره حترفع لنا درجه حراره ماء بمحيط العينه، ترفع درجه حراره هذه المي درجه حراره معينه، وعن طريق الارتفاع بدرجه حراره المي اكو معادله حنستخدمها وحنقدر بيها كميه الكروس انرجي، وطبعا هذا حنحكي بالتفاصيل السلايدات اللاحقة وأراويكم رسم الجهاز وشلون تتم عملية البروسيجر لعملية الحرق. الأبام كالوريميتر is a type of constant volume calorimeter used in measuring the heat of combustion of a particular reaction. طبعا المسعر الحراري البام كالوريميتر هو نوع من أنواع المقاييس اللي يتم بها قياس الحرارة بغرفة مثل غرفة اللي تكون معزولة نحرق بها العينة ونقيس الحرارة المتمولدة من حرق العينة يتم بها قياس الطاقة وتقديرها. مثل ما تتذكرون احنا بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن الطرق اللي نقيس بها الطاقة اللي هي methods of measuring the energy of different materials. قلنا هنالك ثلاث طرق ممكن أن نقيس من خلالها الطاقة اللي هي أول طريقة البامب كالوريميترز اللي هو المسعر الحراري، الطريقة الثانية اللي هي الكيميكال أوكسيديشن وذ سترونج أوكسيدايزنج أسيدز اللي هو طريقة كيميائية نسوي بها أوكسيديشن باستخدام أحماض مؤكسدة قوية، والطريقة الأخيرة اللي هي كيميكال representation of different chemical substance طريقة تمثيل كيميائي. هاي الطريقة عندنا محسوبة الدهن والفات والكربوهيدرات كل واحد شقد ينطينا طاقة بكمية معينة، وعن طريقها ممكن نسوي equations ونقعد نحسب شقد المادة الغذائية تنطينا طاقة.
طبعا احنا حنتعرف فقط من هذه الثلاث طرق على طريقة فقط وحدة، ما حنتكلم بالطرق الاخرى، لان الكيميكال اوكسيديشن لازم احنا بالمختبر وعندنا مواد كيميائية بنشتغلها، والطريقة الثالثة اذا هي calculation method ما حننطيها، فقط حنتعرف على طريقة من هذه الطرق اللي هي determination of cross energy by pump calorimeters، يعني تقدير الطاقة بالمسعر الحراري. وطبعا هاي احنا انطيتكم اياها وحبيت انه تتعرفون عليها، لان مهم ان تعرفون انتو يعني بشنو تنقاس الطاقة وتعرفون طريقة المسعر الحراري. هسه اذا درسنا لليوم اللي حنحكي بيه هو determination of cross energy by pump calorimeter، تقدير الطاقة باستخدام المسعر الحراري. اول ما نبدي بكل اكسبيرمنت، بكل تجربة مثل ما تعرفون احنا نتعرف على الاشياء او المواد اللي نحتاجها وشون نحضر العينة، وبعدين ننتقل نتكلم عن شنو، نتكلم عن البروسيجر شلون نطبق يعني الخطوات اللي حنطبقها حتى نحصل على الناتج النهائي. بالنسبة للسامبل بريبريشن، طبعا هنا بتقدير الطاقة عندنا مهم انه نهتم بتحضير السامبل، لان السامبل لازم نحضره بطريقة معينة حتى نقدر نخليه بالجهاز البامب كالوريميتر ونسوي البروسيجر الباقية للاكسبيرمنت. فالسامبل بريبريشن عندنا اذا عندنا نوعين من السامبل، يعني دراي سامبل اور ليكويد سامبل. بالنسبة للدراي سامبل، grind سامبل or of dry food aerobically soft bed and then pressed in the form of small tablets punctuated by a wire. إذا عندنا عينة مجففة أو جافة إيش حنسوي لها؟ حنطحنها بشكل جيد وحنضغطها على شكل تابلت، يعني على شكل قرص، حنلفها او نخترقها بشنو، بواير. هذا الواير ليش مهم؟ هذا الواير حنربطه بمصدر كهربائي حتى تحترق العينه، حتى نوجه نحط به فولتيه معينه ونحرق العينه حتى تولد لنا الحراره. اما النوع الثاني من العينات اللي هو الليكويد سامبل، مثل شنو؟ مثل الملك. In liquid samples such as milk, the samples are placed inside a gelatin capsule and a metal wire passed around the capsule. إذن العينة السائلة ما حنقدر إحنا نضغطها ونسويها على شكل تابلت، فش حنسوي؟ حنعبيها أو نسوي لها باكجينج بكبسول، بجيلاتين كبسول، يعني بكبسولة جيلاتينية، وحنجي نجيب الميتال واير، الواير اللي حنحتاجه حتى نحرق العينة، حنلف اراوند ذا كبسول، حول الكبسولة، وبهذا تكون حضرنا العينة سائلة لغرض عملية الحرق بالمسعر الحراري. اذا نوعين لكم العينات، عينة جافة وعينة سائلة، وكل عينة نحضرها بطريقة معينة حتى نهيئها للحرق بالمسعر الحراري. ننتقل ونتعرف على أجزاء ومكونات البامب كالوريميتر وشنو، منين يتكون. طبعا عندنا small cup or room to contain sample، غرفة صغيرة وشمبر صغير اللي نضع به العينة. مصدر للأكسجين stainless steel pump اللي هي مضخة من stainless steel أو غرفة من stainless steel حتى نضع بها الووتر، ومصدر للمي، وأستر اللي هو مثل المقلب اللي يحرك لي ويقلب لي الماء حتى توزع درجة الحرارة بشكل جيد، وثيرموميتر اللي هو محرار، واخر شيء الجنيشن سيركت كونكتد تو ذا بامب اللي هو مصدر الاشتعال اللي ينطيني الطاقه او الحراريه او مصدر الكهربائيه اللي حتى توصل للعينه وتحترق. عندنا ننتقل الان واراويكم صورتين مختلفه للمسعر الحراري اللي هي A والبي. مثل ما تلاحظون بالصورة A عندنا شكلها يكون على شكل اسطواني، بينما بالصورة B شكلها يكون على شكل
مربع. وطبعا المكونات اللي تكلمنا عليها اللي هو الجينيشن بوكس اللي هو هذا امامكم اللي ينطينا كنا الكهربائيه حتى تتم عمليه الاحتراق، مثل ما تلاحظون هنا البامب سيل اللي هي هاي المضخه او الخليه اللي نضع بيها العينه، هاي السامبل اللي باللون الاصفر وشلون مربوطه بالوايرات، وايضا هذه الوايرات موصوله بسلك اخر طويل اللي يصل الجينيشن بوكس حتى تتولد الكهربائيه وتحرق لنا العينه. مثل ما تلاحظون هاي الاسطوانه الاولى الداخليه هي اللي تحتوت على العينه، والاسطوانه الثانيه الخارجيه اللي هي اكبر خلينا بيها شنو ديستل ووتر المي او كميه من المي. وعندنا هذا طبعا عفوا انقلب السلايد، عندنا هذا الستر اللي قلنا مقلب يوزع لي حتى درجه حراره المي. وعندنا اخر شيء هنا الثيرموميتر، مثل ما تلاحظون هذا المحرار، هذا المحرار اللي هو يقيس لي درجه حراره المي حتى ناخذ نوع درجتين من الحراره، درجه حراره ابتدائيه اللي يسموها البرايمري تمبرتشر اول ما نخلي العينه وقبل عمليه الاحتراق، وبعدين درجه الحراره النهائيه بعد عمليه الاحتراق ايش قد حيصير ارتفاع بدرجات الحراره، الفرق بين الارتفاع يعني بين الحراره الابتدائيه والحراره النهائيه هو اللي راح نحسب بيه ندخله باكويشن ونحسب بيه الطاقه المتولده او المنبعثه من هذه العينه. طبعا الصوره بي ايضا نفس الفكره، هم شلون اكو ثيرموميتر اكو ستار اكو عينه شلون رابطيها باسلاك ورايحه للجينيشن واير، فهي نفس الفكره لكن الشكل يجوز يكون يختلف. نرجع للبروسيجر وشلون حتتم العمليه، طبعا حاحكي سلايدات وحرجع ايضا للصوره وحنرجع نشرحها. اول شيء قلنا نحضر العينه وحكينا شلون نحضر العينه، ايش قد وزن العينه ناخذه؟ نص او 1 غرام كلش كافي من العينه. ناخذ اذا ونوزن 0.2 to 1 gram of the feed sample and press it، يعني اذا وزناها ضغطناها قلنا اذا هي دراي على شكل تابلت، اما اذا هي ليكويد حنخليها بجيلاتين كبسول وحنهيئها اللي هي هاي النقطة 2 punctuate the sample with 7 to 10 centimeter long wire of uniform thickness and then record the weight of the sample with the wire اللي هي ورا ما ضغطناها حنيجي نخترقها بواير سوى او نلفها بواير حسب اذا كانت دراي او كانت ليكويد، وحنسجل وزن العينة هي والواير. Number 3 connect a 10 cm platinum wire of stainless steel wire to the two electrodes of the pump، يعني ان نربط هاي الوايرين اللي مرتبطه بالعينه بالوايرات اللي اكبر من عندها اللي تاخذني وين للجينيشن للمصدر اللي ينطينا الكهربائيه حتى تتم عمليه الحرق، وهاي شفناها قبل شويه من حكيت وشرحت على الجهاز وهسه من عيدها. Number 4 tie the thread to platinum wire to carry the flame to the tablet sample، قلنا هاي شلون نربطهن حتى نجيب اللهب المن للسامبل حتى تتم عمليه الاحتراق. Number 5 at about 10 مول of distilled water to the pump، نضيف حوالي 10 مول من المي المقطر للبامب هاي بالاسطوانه الخارجيه اللي شفتوها قبل شويه، وحس حرجع احكي هاي الخطوات. اذا هنا مثل ما قلنا حضرنا العينه ربطناها، حضرنا العينه وربطناها باسلاك 2 صغيره، وهاي الاسلاك الصغيره ربطناها باسلاك اكبر تروح وين؟ تروح للجينيشن بوكس اللي هو ينطينا الكهربائيه حتى شنو حتى تتم عمليه الاحتراق. المي وين خليناه؟ المي العينه اذا خليناها باول اسطوانه اللي هي فارغه ما بيها مي، حندخلها اكسجين حتى تتم عمليه الاحتراق. وعندنا المي خليناه بالاسطوانه الثانيه اللي اكبر من عدها، قلنا خليناها ديستل ووتر. اوكي هسه نرجع للخطوات، وصلنا النمبر 6 اللي هو فول اكسجين انتو ذا بامب ثرو اتس انلت فاليو up to 25 IPs pressure per square inch. Number 7 run the device and adjusted the temperature of the water through the
turn on the thermometer, record the temperature, and this called the primary temperature. Number 8, the sample start burning and the temperature of water will raise, record the higher reached temperature, and this temperature called final temperature. لو نرجع للصورة هنا سيتنا الجهاز بتينا وين فخينا كمية من الأكسجين إلى داخل البامب سيل أو داخل الغرفة اللي تحتوي على العينة. شغلنا مصدر الحرارة أو مصدر الكهربائية اللي حيحرق لي العينة. أول ما ننطي شرارة للعينة حتى تتم عملية الاحتراق دقيقة دقيقتين، حسجل التمبرتشر اللي يقراها الثرموميتر اللي هنا بالتمبرتشر ميتر. إيش قد قرأ أول ما بدينا عملية الحرق؟ هاي نسميها البرايمري تمبرتشر. بعدين ننتظر حتبدي درجة حرارة المي حترتفع، كل ما تحترق العينة كل ما تولد لي شنو؟ تولد لي حرارة. هاي الحرارة وين تروح؟ تروح تنتقل إلى المي اللي يحيط بالإسطوانة الداخلية. زين هذا المي عن طريق الستر هاي الحرارة حتتوزع بكل المي، فالمحرار حترتفع درجة حرارته وحيسجل لي درجة حرارة نهائية. طبعا تبدي ترتفع درجة الحرارة إلى أن تستقر على درجة حرارة معينة، فنسجل هاي درجة الحرارة ونسميها درجة الحرارة النهائية. لهنا تمت عملية الحرق، حصلنا على درجة حرارة ابتدائية ودرجة حرارة نهائية. ذني الدرجتين الحرارة مهم ان هو اسجلهن لان حدخلهن باكويجن حسب حتى احسب بيهن الانيرجي او الكروس انيرجي او توتال انيرجي اللي حصلتها من البامب من حرق العينة بالبامب كالوريميتر. اوكي هسه وصلنا النقطة 9 اللي هو turn off the device and calculate the amount of cross energy by the following equation. إذا سجلت حرارة ابتدائية وسجلت حرارة نهائية، طفيت الجهاز وإجيت أدخلهن بالإكويشن اللي أمامي اللي هي الإنيرجي تساوي لي WW نفتح قوس لي M زائد C زائد T0 نزد القوس ماينس السميشن أوف B0 على G. وطبعا كل واحدة من ذني مفسريهن هنا بالأسفل WW بين water equivalent اللي هو هذا ثابت عندي 3.8. C mean correct of the heat between the device and the Pacific اللي هو التصحيح مع الحرارة بين الجهاز وبين المحيط الخارجي، واللي هو هذا أيضا حاسبين إياه وثابت إحنا بس نخليه اللي هو 0.1. The equation of أو summation العفو of B zero mean total energy of the additional correction اللي هو 0.47 والجي مين the sample weight اللي هو كنا 0.2 to 1 gram حسب أني ماخذ 0.2 ل 1 gram. التي ام مين the final temperature إذا تي ام final temperature يعني درجة الحرارة النهائية اللي أني حسبتها، والتي زيرو مين the primary temperature اللي هو درجة الحرارة الابتدائية أول درجة حرارة سجلتها. إذا عندي بس دني الثلاثة فقط اللي حجيبهن آني، العينة إيش قد أخذت؟ درجة الحرارة النهائية ودرجة الحرارة الابتدائية اللي أعوضهن بالمعادلة، الباقي الأشياء بالمعادلة كلها ثوابت محسوبة آني عارفتها فقط أحطها. وطبعا هاي المعادلة هي للإطلاع، لا تدوخون روحكم بيها وحطيكم عليها مثال أو واجب يجي بالامتحان، فقط اطلعوا عليها ويجوز تحتاجوها بالمستقبل. اشتغلتوا بمختبر، اشتغلتوا على مسحار حراري، تريدون تقيسون طاقة، فهي موجودة عندكم يعني هنا بهذا الدرس. إذا هنا نرجع وأشرح شرح سريع على شلون تمت البروسيجر مال عملية شلون حصلنا على الكروس إنرجي وشلون حصلنا على الطاقة. قلنا هاي الصورتين هي صور للمسعر الحراري بشكلين، أما شكل أسطواني أو شكل شنو؟ شكل أسطواني أو شكل مستطيل، هذا اسطواني وهذا مستطيل. زين قلنا كل مسعر حراري لازم بيه تكون بامب سيل او انر تشامبر او غرفه داخليه اللي نحلي بيها شنو او نضع بيها العينه. هاي العينه تكون مربوطه بسلكين مضغوطه طبعا وبيها اسلاك ونربطها الى اسلاك اكبر اللي تروح وين للجنيشن بوكس اللي هو المصدر اللي حينطيني الكهربائيه او مصدر الاشتعال اللي حينطيني
مو إلا كهرباء، يعني مصدر يشعل لي إذن السلكين حتى شنو، حتى يوصل هذا الاشتعال للعينة تحترق. احترقت العينة صار بيها ولدت لي حرارة، هاي الحرارة حتنتقل من هذه الغرفة اللي بيها العينة لمن للماء اللي يحيط بالعينة. فكل ما أول ما بدأت عملية الاحتراق حسجل درجة الحرارة الأولية اللي نسميها برايمري تمبرتشر، ورا ما اكتمل الاحتراق مال العينة وتولدت كل الحرارة حسجل حرارة فاينل تمبرتشر، حرارة نهائية، وذني الحرارتين يعني الأولية والنهائية مع وزن العينة حدخلهن بإكويجن بمعادلة معينة بيها هواية ثوابت، وححسب الكروس انرجي او التوتال انرجي المتولده من حرق كميه معينه من العينه او من الماده الغذائيه. اذا هنا هاي الصورتين هي توضيح للمسعر الحراري واجزائه والعينه وشلون تتم عمليه الاحتراق، واتمنى ان تكون واضحه بالنسبه لكم. وطبعا احنا ايضا عندنا جهاز مسعر حراري بالمختبر، بس للاسف ايضا ما يشتغل، يعني ناقصه من اجزاء. زين، طبعا هنا هاي البيكتشرز ادابتد من هاي الويب سايتس اللي بالاسفل خليتها. عندنا بالنسبه لهنا نوصل الى نهايه درسنا لليوم، اللي هو قلنا عنوانه ديتيرمينيشن اوف كروس انرجي باي بامب كالوريميتر. مثل ما تكلمنا قلنا هناك 3 طرق لقياس الطاقه، احنا شرحنا فقط او تعرفنا فقط على طريقه واحده اللي هي استخدام البامب كالوريميتر لقياس الطاقه اللي اسمه بالعربي المسعر الحراري. تكلمنا شلون نحضر العينة، شلون نضعها بالجهاز، شنو اجزاء الجهاز، شلون حتم البروسيجر فور ذا اكسبيرمنت، واخر شيء تكلمنا عن الاكويجن اللي قلنا هي مطالبين انتم بيها، ما حجيب لكم عليها مسألة رياضية. الاكويجن اللي ندخل بيها القراءات اللي اخذناها من التجربة ونحسب بيها التوتال انرجي او الكروس انرجي. وصلنا هسه للستدي كويشن فور ذا كرنت ليكتشر. الاسئله مثل ما تعرفون حضراتكم انا بكل نهايه محاضره نعطيكم سيت اوف كويشنز اللي هو مجموعه من الاسئله اللي تراجعون بيها ورا ما تقرون المحاضره او تختبرون معلوماتكم. فالستدي كويشن فور توداي ليكتشر ويل بي بوستد از اسايمنت، يعني حنزلها لكم على شكل assignment، هم اخذ بيه حضوركم لان احنا هاي ثالث محاضرة وانا ما طلبت من عندكم حضور. فهاي الassignment حاطلب بيها اسم كل واحد من عندكم والايميلة، وايضا مجموعة من الاسئلة اللي تخص هاي المحاضرة وممكن كم سؤال من المحاضرة قبلها اللي هي ايضا محاضرة الطاقة. اوكي، مجرد اني اريد اخذ حضوركم بيها، وايضا حتختبرون روحكم بيها انه اوكي انتم افتهمتوا المحاضره او ما افتهمتوها. فاتمنى انه الجميع يدخلون ويجاوبون على الاساينمنت، لان هي اعتبروها حضور مو لا كوز ولا اي شيء اخر، فقط حضور وجواب للستدي كويشن فور ذيس ليكتشر. طبعا لليوم انتهى درسنا واللي قلنا هو determination of cross energy by pump calorimeter. اني اشكر تواصلكم من خلال الصف الالكتروني، وطبعا اغلبيتكم متواصلين وتجاوبوني من اسوي بوست للنيو ماتيريال، فشكرا جزيلا لكم، واتمنى انه تكونون تستفادون من محاضراتنا، واتمنى هاي يعني الازمة تخلص بأسرع وقت، ونلتقي بكم إن شاء الله بخير وسلامة. أكرر إذا أكو أي سؤال، أي استفسار، أي شيء ما مفهوم أو مو واضح، أي فيدباك أنت حاب تدزه إلي، إذا سواء عن الصوت، سواء عن المحتوى مال المحاضرة، سواء عن الريكوردينج مال الفيديو، فرجاء لا تتردد دزوا لي اما عن طريق الكلاس روم او عن طريق الايميل اللي موجود ببداية كل محاضرة. واتمنى انه نلتقي وياكم بخير وسلامة وصحة وعافية للجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا.